محافظ طهران يدعي انتهاء الاحتجاجات، وقائد سابق في الحرس الثوري يقر أن مهسا أميني قتلت بضربة على الجمجمة. مسيرة مجهولة تقصف منزل قيادي بالبشمركة في السليمانية، وبرزان يطالب بوضع حد للاعتداءات على الإقليم. رئيس الوزراء اليمني يشترط تنفيذ إجراءات بناء الثقة قبل مناقشة الملفات المعقدة بفعل التدخل الإيراني. موقع أمريكي يكشف عن تهريب شركات مرتبطة بحزب الله 18 مليار دولار من العراق إلى لبنان. بوتين يعلن اليوم أكبر عملية ضم لأراض أوكرانية إلى روسيا. أهلا بكم إلى استوديو الحدث على مدى ساعتين نفتح فيهما عددا من الملفات، نوفيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. البداية من إيران، كشفت منظمة العفو الدولية عن أوامر لقوات الأمن الإيرانية بمواجهة الاحتجاجات بلا رحمة، وأعلنت المنظمة أن 52 شخصا قتلوا خلال التظاهرات، لافتة إلى أن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير، وكانت موجة التظاهرات امتدت لتصل ل 163 مدينة إيرانية. يأتي هذا فيما تتواصل الإضرابات والاحتجاجات في 62 جامعة في أنحاء البلاد كافة. وفي السياق، قابلت قوات الشرطة والبسيج والمخابرات والحرس الثوري التظاهرات بحملات أمنية وقمعية، كان أبرزها في العاصمة طهران ومدن شيراز والأحواز وأصفهان وقم ومشهد وبندر عباس. وكان المتظاهرون قد أضرموا النار في قاعدة لقوات البسيج في طهران، وذلك ردا على قمع عناصرها للمتظاهرين وقتلهم إياها. كما شن متظاهرون آخرون هجوما على مبنى منظمة السجون التابعة للنظام في طهران، والذي بيصدر فيه أحكام الإعدام والسجن والتنكيل بمعتقلي الانتفاضة. هذا وفي الوقت الذي تجددت فيه التظاهرات المعارضة للنظام الإيراني في عدة أحياء من العاصمة طهران، يتعالى فيه صوت أبواق السيارات في شوارعها تنديدا بالقمع. فقد أعلن محافظ طهران محسن منصوري نهاية الاضطرابات في العاصمة طهران، وأنها تعيش في أمن كامل لعدة ليال متتالية. وهدد منصوري باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المشاهير الذين أسهموا في تأجيج ما سماه بأعمال الشغب، مضيفا أن السلطات تفصل بين من سماهم بالمغفلين ومثيري الشغب، وأنها ستواجه المشاهير المحرضين.
ومن لندن باباك إماميان الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، أهلا بك. تدعي السلطات في إيران بأنه يعني خفت هذه الاضطرابات، وإن كان هناك من يقول ومنها منظمة العفو الدولية بأن هناك أوامر للتصدي للمتظاهرين بلا رحمة، عمليا هل خفت؟ First of all, بداية لا أتفق ما تقوله يقوله النظام الإيراني. كلنا نعلم أن المظاهرات انتشرت في كل أنحاء إيران وأن النظام فقد شعبيته، وهناك مسألتين: هناك غياب القيادة من جانب النظام في التعامل مع المتظاهرين، والمتظاهرين أيضا يفتقرون لهذه القيادة لأنهم هي حركة احتجاجية شعبية. فالآن القمع لا ينفع بشكل تام كما هو سابق. أسلوب رئيسي هو الآن التوجه نحو القمع بلا تحمل، أي لا يوجد أي مساحة تحمل، صفر تحمل، هذا هو أسلوبه دون أي تردد في قتل المتظاهرين. هناك أخر في النظام يعرفون أن هذا لن ينجح، فالمتظاهرين يعرفون كيف يواجهون القمع، وفي النهاية هذا سيؤدي للمتظاهرين أن يحملوا سلاح كي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم. طب في حال أنه استمرت هذه التظاهرات لوقت أكثر، هل هنا يمكن القول أن النظام عجز عن إخمادها وبالتالي قد يعني تتعمق هذه الاحتجاجات أكثر مما نراه اليوم؟ إن النظام لديه أمل، وهو أن المظاهرات ستفقد زخمها من تلقاء نفسها، فهم يريدون أو النظام يريد أن يوجد هذا المناخ بأن أي نوع من التظاهرات ليس له أمل، فالمظاهرات لن تؤدي لأي تغيير. هذه هي رسالة النظام للمتظاهرين، وأن يعكس هذه الصورة، وهم يأملون أنهم بذلك فإن المظاهرات ستفقد طاقتها وسيعود كل شيء إلى ما كان عليه قبل المظاهرات. أما بالنسبة للاقتصاد فإن هذه المظاهرات إذا استمرت حتى يناير خلال 3 أشهر فإن الاقتصاد برمته سيتوقف بالكامل، وأعتقد أن هذا سيؤدي إلى خروج الشعب كاملا. فهذه المظاهرات توقف هذا الجزء من النظام الذي ما زال فاعل، لكنه سيتوقف بسبب هذه المظاهرات. هل يمكن رصد بعض يعني الأمور اللافتة في هذه الاحتجاجات، ألا وهي إمكانية وصول المحتجين إلى أماكن كانت في السابق حساسة مثلا الوصول إليها كمبان ومهاجمتها حتى؟ نحن نعلم بالحقيقة أن قوات الأمن ليس لديها ولاء عقائدي للنظام، بل هو مالي، والنظام يعرف ذلك، فهو يعلم أنه لا يستطيع أن يعتمد كثيرا على قوات الأمن. وفي الوقت ذاته ماذا يريد المتظاهرين؟ 3 أمور: التحسن الاقتصاد وحريتهم ووقف الفساد. هم لا يطالبون بالكثير، بل تحسن الاقتصاد واستعادة حريتهم ووقف كل ما يمارسه النظام من فساد. طيب يعني قيل بأنه هناك أوامر صدرت لمواجهة المتظاهرين بلا رحمة، هل ما رأيناه من أدوات قمع وطريقة تعامل لقوى الأمن مع المتظاهرين
ربما ما زال يعني أقل مما في جعبة النظام لاستعماله في قمع المتظاهرين؟ هذه نقطة مهمة جدا، وهذا ما نناقشه الآن، غياب القيادة في النظام. فالنظام يعلم أن القمع، وخاصة كما قلت دو بدرجة تحمل تصل الصفر، أي لا تحمل على الإطلاق، هذا يؤدي إلى تحول المتظاهرين لحمل السلاح والدفاع عن أنفسهم بالسلاح، وبالتالي هذا سيؤجج الحرس الثوري، وعندما يصبح الشعب مسلحا ستكون آخر أيام النظام فورا. هذا ما يناقشونه ونتناقش حاليا، كيف سيتعاملون مع مثل هذا الوضع. المتظاهرين لا يريدون الكثير بل تحسن الوضع الاقتصادي ووقف الفساد. طيب، مسألة توجيه يعني انتقادات من بعضهم بالقول بأنه هذه الاحتجاجات وإن عمت لكن ما زالت ارتجالية، لا يوجد من يوجهها. لنفترض أنه حققت بعضا مما تتطلع إليه وضعف النظام وربما فقد السيطرة على بعض المدن، ما الذي سيحل غير الفوضى؟ هذا ما يقوله بعضهم فقط، أنا أريد رأيك في هذا الموضوع. أعتقد أن هناك أفراد ومواطنين جيدين في إيران وهم سيقفون أمام هذا الوضع. هناك قيادات لكننا لا نعرف منهم بعد ونعرف ماذا يريدون. ما يريدونه هو أن يكون لدينا نظام علماني وأن يتم فصل الدولة عن الدين. هذا ما يريدونه، وهذا ليس من أفراد يحملون الأوامر من أي أحد. ثم بعد ذلك سيفكرون بتحسين الاقتصاد وأن يكون لإيران علاقات جيدة مع دول الجوار. كانت إيران رهينة لهذا النظام على مدى هذه السنوات الأربعين، والشعب الإيراني تحول إلى شعب عدائي لأنه عومل بشكل سيء من نظامه. من لندن باباك إماميان، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، شكرا لك. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي إن واشنطن ماضية في مساعدة الشعب الإيراني على إيجاد طريق لممارسة حقه في التواصل والوصول إلى المعلومات في مواجهة محاولات السلطات حظر الإنترنت. كما أكد مالي بأن الأمر لا يتطلب وفاة أي كان لمعرفة حقيقة السلطة في طهران، فالأمور واضحة. إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الإدارة الأمريكية ما زالت تسعى إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي رغم دعمها الاحتجاجات، وأوضح قائلا إن سبب التمسك بمحادثات النووي يعود بكل بساطة إلى أن واشنطن لا تريد أن تتوصل الحكومة الإيرانية إلى صناعة سلاح نووي. إلى جانب ذلك، انتقد مالي معارضي المفاوضات مع طهران عدا أن الدبلوماسية أفضل السبل للتوصل إلى منع إيران من امتلاك النووي، لافتا في الوقت ذاته بأن باب التفاوض لا يزال مفتوحا، وشدد على أن بلاده لن تقدم التنازلات، وقال إن الجدار الذي تواجهه المحادثات النووية وحدها إيران أو إيران وحدها قادرة على التغلب عليه.
من باريس أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار أهلا بك. هل يمكن الفصل أو الربط ما بين الاحتجاجات في إيران ومفاوضات النووي؟ إذا كان يمكن الربط فلماذا؟ وإذا يجب الفصل لماذا؟ تحياتي لكم ولفريق العمل ولكل من يتابعنا. يعني المسألة الإيرانية في الأساس معقدة ما فيه الكفاية. يمكن أن نرى في الأمور بعض المرات ربطا ما بين الاحتجاجات والوضع الدولي أو مسألة النووي والمفاوضات، ويمكن أن تكون منفصلة بعضها عن بعض. إذا استندنا إلى كلام روبرت مالي، إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين، نفهم جيدا أن هناك انقسام أمريكي حول الموضوع. هناك البعض في مجلس الشيوخ من الكونغرس يطالب بمحاسبة إيران على هذا الأمر. حتى الآن واشنطن تريد فعلا، وهذا هو الربط الأساسي، لا تريد القطيعة مع النظام في إيران، ليس لا تريد أبعد من تعديل سلوك نظام إيران، وهذا واضح. هناك رهان عند إدارة بايدن منذ وصولها على استعادة الصفقة مع إيران كما وضعتها إدارة أوباما، أو ربما أفضل بقليل. ولذا هناك دعم، ولكن دعم أعتبره ليس بالدعم الكافي. مسألة خيوط الاتصال أو الانترنت لوحدها لا تعني أن الولايات المتحدة أو القوى الغربية متمسكة. حتى في مسألة القصف ضد العراق، ضد كردستان العراق، اكتفت واشنطن بالقول أن القيادة المركزية أسقطت طائرة مسيرة، لكن كان هناك إذن اختراق لسيادة العراق، ونعلم جيدا أهمية الوجود الأمريكي هناك، وكل ذلك تم التغاضي عنه. إذن تبقى الأولوية بتقديري بالنسبة للإدارة الأمريكية إنقاذ مفاوضات الاتفاق النووي بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس دعم شعب إيران. طب ربما هذا من باب فهم الولايات المتحدة لهذه المعادلة، بأنه يمكن دعم الاحتجاجات ويمكن المضي قدما في المفاوضات النووية، لكن بالنسبة لإيران هل هذا مقبول مثلا؟ بالنسبة لإيران أيضا هناك تساؤلات عن كيفية مواجهة هذا الحدث. في البدايات قال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني أن أيقونة الاحتجاجات الشابة مهيسة أميني مثل ابنته، وطالب القضاء بجواب، وحتى الآن لم يأتي هذا الجواب. وبالأمس قال أن إيران مختلفة عن كل باقي العالم وشعبها مختلف، ولهذا هي تصمد. لكن في الحقيقة من الواضح أن الاحتجاجات شملت البلاد و تخطت القوميات، وهي تضم الطبقة الوسطى والطلاب. بالطبع لم تصبح تلك الانتفاضة الشعبية الجامعة التي تهدد أسس هكذا نظام، لكن الخلل موجود. إذن هناك نوع حتى من التساؤل عن مسائل القمع. كنت أسمع سؤالكم حول عدة النظام الإيراني أو الترسانة. هناك مثلا من يطرح داخل الاحتجاجات مسألة خلافة المرشد، وهنا على ما يبدو مسألة أن يكون مشتبه خامنئي خليفة لوالده التي يطرحها البعض، يحتج عليها البعض الآخر. بمعنى أو بآخر، من الأكيد أن دوائر النظام غير متماسكة كما كانت في الماضي. هناك حتى عند الفريق الإصلاحي تساؤلات عن إمكانية الاستمرار بهذه الأساليب. منذ 2009 بدأ ذلك مع مير موسوي والحركة الخضراء. الآن يمكن أن يكون ما يحصل أيضا سبيلا لزعزعة الوضع داخل دوائر النظام. هذا شيء جديد، لكن كله يعني أنه في صلب الانقسام الدولي حول حرب أوكرانيا، وحاجة العالم أيضا للطاقة الآتية من إيران بالرغم من العقوبات الأمريكية، كل هذا يدفع بالنظام الإيراني للمزيد من التصلب، للمزيد من القمع، لأنه يعتبر أن ذنبه مغفور وبإمكانه الاستمرار هكذا في معاملة فئات شعبه. طب هل يمكن القول يعني دكتور خطار بأنه بالنسبة إلى الولايات المتحدة في الوقت الراهن إيران بنظامها لكن بلا مشروع نووي أفضل من إيران فوضى ولا تعرف كيف سيتم التصرف بالتالي في فيما تمتلك إيران من سلاح؟
بالفعل يعني إذا قارنا كيف تعاملت الولايات المتحدة الأمريكية مع الاحتجاجات في تونس، في ليبيا، في مصر، حتى في سوريا، وبينما تتعامل معه في إيران، نلمس أسلوبا مختلفا ومعايير مختلفة. أي أن هناك معاملة خاصة لإيران. هل هو الخوف من الفوضى في إيران؟ هذا ممكن، هذا ممكن أن بالنسبة للتحليل الأمريكي البديل غير موجود، لكن المسألة هي برأيي أبعد من الفوضى. الولايات المتحدة الأمريكية ترى في إيران عنصر تستخدمه في لعبتها الإقليمية. ليس بالضرورة أن تكون إيران حليفتها، لكن إيران ربما تكون من تبتز به الآخرين. صحيح. من تبتز به أيضا حلفائها، هذا واضح بالنسبة لي. ولذلك بالرغم من أهمية إيران الجيوسياسية وفي الأمن الإقليمي، لكن حسابات الولايات المتحدة هي حسابات أخرى، بمعنى أنها تصارع أيضا للبقاء مؤثرة داخل إيران. لا تريد ترك اللعبة لا للصين لا لروسيا ولا لأوروبا، تريد هي أن تكون دوما على الموعد. هي كانت على الموعد مع الشاه لكن تخلت عنه في اللحظة المناسبة. هي مع الملالي بالرغم من كل الكلام العالي، فقط ترامب قام بخطوة واحدة عبر اغتيال قاسم سليماني، وإلا كل الخطوات الأمريكية كانت محدودة. وبالنسبة للنووي كأن واشنطن، وبالرغم من كلام روبرت مالي الذي يهتم كثيرا بالعلاقة مع إيران، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعايش مع النووي الإيراني، لأنه عبر أسلوب الاتفاق النووي للعام 2015 استمر البرنامج الإيراني الموازي. الآن إيران عندها القدرة العلمية على إنتاج قنبلة نووية، وهي بحاجة لقرار سياسي. وإذا صدر هذا القرار السياسي يمكن لها خلال أشهر أن تنتج هذه القنبلة. إذا كل هذا النفاق العالمي حول الاتفاق النووي هو من أجل كسب إيران، وليس من أجل منع إيران من أن تكون قوة نووية. من باريس أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب، شكرا لك. هفته مهر ماه 1401، بندر عباس، کوچه بازار عوضی ها. تظاهرات مرگ بر خامنه‌ای. اینم از فلک برق بندر عباس، نیروهای امنیتی. هفته مهر 1401. ول نمی کنن هارون‌زاده. استوديو الحدث متواصل، فيه بعد الفاصل. مسيرة مجهولة تقصف منزل قيادي بالبشمركة في السليمانية، وبارزاني يطالب بوضع حد للاعتداءات على الإقليم. والقوات ينصرحوننا بالهروب، حيث أن العربية والحلال أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلاً.
ما زلنا في ساعتنا الأولى من السجل الحدث في ملفاتها المختلفة إلى أقليم كردستان، إذ قال رئيس حكومة الأقليم مسرور بارزاني في رسالة وجهها لطهران: بعد القصف الإيراني الذي طال مناطق أقليم كردستان بأن شعب الأقليم يريد العيش وتطوير بلده مطالبا إياها بعدم إعاقة طريق بلاده وتقدمها. نحن نريد أن نعيش ونطور بلدنا، نحن نريد أن نعيش ونطلب دوما المساعدة، وإن لم تساعدونا فلا تعيقوا طريقنا وطريق تقدمنا، لأننا قررنا أن نعمر بلدنا ونقوي أجيالنا بسلاح العلم، قررنا أن نخطو نحو أفق أكثر إشراقا. هذا وتواصل إيران لليوم الثالث على التوالي قصفها لمناطق في العراق، إذ أسفر القصف عن إصابة 3 أفراد من حزب كوملا الكردي المعارض لطهران. وفيما تبنى الحرس الثوري الإيراني الهجوم الذي استهدف مقرات أحزاب كردية توعد بمواصلة هجماته، أكدت واشنطن مقتل مواطن أمريكي خلال القصف الإيراني. سكان 7 قرى كردية نزحوا من مناطق بلدة سيدكان الحدودية مع إيران شمال أربيل جراء القصف المدفعي للحرس الثوري الإيراني، تاركين ممتلكاتهم ومواشيهم ومزارعهم التي احترق قسم كبير منها جراء ذلك القصف. تقريبا 7 جند لسنوري سيدكان. 7 قرى أخليت تماما في حدود ناحية سيدكان وتوجه أهاليها إلى المدينة، لكن بعضا من الفلاحين بقوا في القرية لأنهم يعتمدون على الزراعة والرعي في حياتهم اليومية، غير أن عوائلهم من نساء وأطفال أخلوا القرى تماما حفاظا على سلامتهم. وتفيد مصادر أن الحرس الثوري الإيراني دفع بتعزيزات عسكرية بالقرب من الحدود مع العراق من جهة إربيل تحديدا مناطق بلدة سيدكان العراقية، فالقصف المدفعي الإيراني الذي طال البلدة قطع مصدر رزق سكان 10 قرى الكردية التي تعتاش في قوتها على الزراعة. طبعا ما وين زكي ششر رجال. القصف مستمر منذ 6 أيام وبشكل متقطع في مناطق سيدكان وبرادويست من قبل إيران، مما أثر على حياة المواطنين، حيث ترك الكثيرون قراهم وبيوتهم متوجهين نحو مركز ناحية سيدكان. وباستمرار القصف ستخلى القرى وهم بانتظار التطورات والوضع الأمني. هدوء وترقب حذر تشهده المناطق الحدودية مع إيران، بيد أن تداعيات الهجمات الصاروخية والمدفعية والمسيرات المفخخة ما تزال تتفاقم حتى الآن. أحمد الحمداني، الحدث، أربيل. هذا وذكرت وسائل إعلام عراقية بأن مسيرات قصفت منزل قيادي بقوات البشمركة في مدينة السليمانية في كردستان. ووفقا لموقع بغداد اليوم فإن القصف استهدف منزل القيادي بالبشمركة محمد دريكر في قضاء جمجمال. آخر التطورات عما حدث معي من منطقة سيدكان على الحدود العراقية الإيرانية مراسل الحدث أحمد الحمداني، إليك أحمد. أهلا محمد. طبعا وتداعيات القصف الإيراني ما تزال تتفاقم حتى الآن، والمستشفيات ما تزال تعالج وتقدم العلاجات لجرحى القصف الإيراني العنيف الذي استهدف عدة مناطق أول أمس. وطبعا كان بعد سلسلة من القصف بعد 5 أيام من القصف على عدة مواقع كان هناك القصف العنيف. طبعا سيدكان وهذه المناطق فيها هدوء، لكن هدوء حذر، عائلات لم تعود إلى منازلها حتى الآن، متخوفة من معاودة المدفعية الحرس الثوري الإيراني من قصف هذه الأماكن، بالتالي فإن الهدوء الحذر والقلق لا زال يسود هذه المناطق الجبلية الحدودية مع إيران. مسيرة التي ذكرتها في الخبر حاولنا الحصول على تعليق من الأحزاب الكردية العراقية أو على أقل تقدير الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتشر في السليمانية، لم نحصل على أي تعليق من أين كيف قتل هذا الضابط الرفيع في البيشمركة وكيف من ومصدر المسيرة التي نفذت الهجوم. حتى الآن ضبابية في هذا الموضوع، ولكن محمد الوضع الإنساني وتفاقم الوضع الإنساني في المناطق التي قصفت هو الموضوع السائد، خصوصا وأن ريحانة الإمرأة الكردية التي
قتلتها المدفعية الإيرانية وقد ولدت في المستشفى طفل حي الأمس، قد توفي، وغضب شديد شعبي وسياسي كبير في إقليم كردستان على وفاة الطفل الذي لحق بأمه بسبب القصف الإيراني على مناطق عدة في إقليم كردستان العراق. هل هناك مناطق يعني قريبة من المناطق يعني الرئيسية أو المدن الرئيسية اللي يمكن أن نقول بأنه تأثرت من هذا القصف وفي خطر على السكان الموجودين، وإن كنا تحدثنا عن بعض القرى النزح منها سكانها؟ محمد، طبعا كويسنجق هي مدينة كبيرة وقضاء كبير شرق أربيل، فيه طبعا يضم في مقترباته أو في ضواحيه المعسكرات أو الأماكن التي قصفت بالمدفعية والمسيرات المفخخة الإيرانية، تأثرت إلى حد كبير هذه المدن. أيضا مدينة سيدكان المدينة وليس القرى، المدينة التي هي مدينة أيضا تأثرت بهذا القصف، فضلا عن الطلاب طلبة المدارس الذين روعوا وجرح قسم منهم بشظايا صواريخ ومسيرات المفخخة الإيرانية. وأيضا محمد لا يفوتني أن أذكر أن وزارة التربية هنا علقت المدارس في هذه المدن القريبة من القصف أو مواقع القصف التي استهدفتها إيران، بالتالي فإن هناك تأثير وتعليق لهذه للمدارس إلى أشعار آخر، ريثما يتم التأكد من عدم معاودة النظام الإيراني من قصف هذه الأماكن. وهذا طبعا ليس من السهل كون أن الحرس الثوري الإيراني قد دفع بتعزيزات على الحدود العراقية العراقية الإيرانية وبدأ بقصف المدن، وما يزال بحسب مصادر محمد تلك القوات لحرس الثوري الإيراني موجودة على الحدود، مدفعية، منصات صواريخ، منصات إطلاق المسيرات المفخخة، وطبعا فضلا عن صواريخ الراجمات، وقد شوهدت بوضوح بالفيديوهات التي بثها الحرس الثوري الإيراني. بالتالي فهذه القوات موجودة على الحدود تهدد أمن مناطق الحدودية العراقية على طول الشريط الذي نتحدث عنه من قرب المثلث العراقي التركي الإيراني إلى سليمانية ومناطق التي هي تحت سلطة إقليم كردستان. هذه المناطق طبعا وكانت إيران تتذرع وتطلب من إقليم كردستان أن تبعد مقرات الأحزاب المعارضة إلى عمق الأراضي العراقية، لا ولكن محمد فقط الكويسنجق أو شرق أربيل كان يبعد عن إيران 160 كيلومتر، إلا أنه قصف، بمعنى أن إيران كانت تتذرع. نعم، شكرا لك. حتى تهاجم الأراضي العراقية من منطقة سدكان على الحدود العراقية الإيرانية، مراسل الحدث أحمد الحمداني. في الشأن الداخلي العراقي، قالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري إنه ستشكل الحكومة الجديدة في جلسة برلمانية مقبلة. صبري كشفت عن مضامين ورقة العمل التي من المزمع توقيعها مع باقي الأطراف السياسية التي تشكل خارطة عمل الحكومة المقبلة، مؤكدة في السياق أن المشاورات في مراحلها النهائية لإمضاء ورقة العمل التي تتضمن عدة فقرات تستند إلى الدستور. ولفتت إلى أن هناك ثلاث فقرات أساسية، منها إنشاء شراكة حقيقية في اتخاذ القرار السياسي العراقي، إضافة إلى ضمان التوازن داخل المؤسسات الحكومية والهياكل الإدارية كافة والتوافق بين الأطراف على جميع التشريعات. نعود إلى موضوع السليمانية والقصف الذي تعرضت له، معي الصحفي بزرك محمد، أهلا بك. ما الذي استهدف عمليا في هذا القصف الإيراني، وما علاقة المسيرة المجهولة التي قصفت قياديا في البيشمركة؟ نعم
نعم محمد، مساء الخير. أولا طبعا نحن الآن فريق قناة الحدث والعربية نتواجد في منطقة زرقوز التي تبعد نحو 20 كيلومترا في جنوبي سليمانية. هذه المناطق التي تظهر من خلفنا تضم مقرات ومعاقل للأحزاب الكردية المعارضة للسلطات الإيرانية. كانت هذه المنطقة قد تعرضت للهجمات والضربات الجوية والصاروخية من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني التي استهدفت مناطق أخرى في أربيل في كويسنجاق وفي مناطق أخرى بإقليم كردستان تحت ذريعة كبح جماح مسلحي الأحزاب الكردية المتواجدين في هذه المناطق، وسقط نحو 75 شخصا بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال. طبعا السلطات الإيرانية تمارس الضغوط على الجهات الحكومية وعلى الأحزاب الكردستانية داخل إقليم كردستان لنزع السلاح من الأحزاب الكردية المناوئة للسلطات الإيرانية التي تتخذ بين الفينة والأخرى ذرائع توصف بأنها ذرائع واهية لضرب المعاقل التابعة للأحزاب الكردستانية الإيرانية المتواجدة داخل أراضي إقليم كردستان. وهناك أجواء من الخوف والقلق تسود معظم المناطق في إقليم كردستان بعد ورود ما تفيد بأن هناك تعزيزات عسكرية تدفع بها قوات الحرس الثوري الإيراني على المناطق الحدودية الداخلية لإقليم كردستان، كما تفيد الأنباء الميدانية الكثير من العائلات ومن سكان هذه المناطق الحدودية قد نزحت جراء القصف والضربات الجوية والضربات الصاروخية العشوائية التي استهدفت أول أمس معظم المناطق في سيدا، كان مرورا ببرادوس وصولا إلى المناطق الجنوبية في مدينة السليمانية. شكرا لك من السليمانية الصحفي بزرك محمد. استوديو الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. مشروع في الكونغرس يحذر من تنامي نفوذ داعش في سوريا ويوصي لإغلاق مخيم الهول وأمثاله.
ما زلنا في ساعتنا الأولى من استوديو الحدث. إلى العراق مرة أخرى بخصوص التصريحات حول إمكانية تشكيل حكومة عراقية في جلسة البرلمان المقبلة من أربيل عبد السلام البرواري، وهو طبعا العضو في البرلمان، النائب السابق في البرلمان الكردستاني. أهلا بك. التصريحات فيها صبري حول إمكانية تشكيل حكومة في جلسة البرلمان المقبلة، على أي اعتبارات يمكن هذا أن يتحقق؟ يعني تحية لك، تحية لأخواتي وأخوان مشاهدين ومشاهدات. في الحقيقة أنا شخصيا يعني عندي رأي خاص، طالما لم يتم تكليف مرشح رئاسة الوزراء فهذه المباحثات والتصريحات وما يتسرب من نقاط كلها تدور أنا أعتقد في مرحلة التفاهم والاتفاق أصلا على تشكيل تحالف المشاركة بالحكومة. يعني لو تقارنها مع ما قاله العبادي يوم أمس، قال بصراحة أنا لم أوقع على النقاط المعروضة على الشركاء الذين ندعوهم إلى المشاركة في الحكومة، لأن ما يعني ركز بالدرجة الرئيسية على ثروات البلد ما يمكن إهدارها وإلى هذا. بالتأكيد هذا إشارة إلى المطلب الذي تضمنه، يعني تضمنته ورقة الكردية، وهي إعادة النظر في الموقف من ملف النفط، أو على الأقل تجميد الإجراءات التي تطالب بها المحكمة الاتحادية، وإعطاء الوقت للمختصين لكي يحلوا هذه المسألة وفصلها عن بقية المشاكل. ولكن بصورة عامة الصورة واضحة جدا، الإطار وخاصة دولة القانون، أنا أضمن لك أنهم مستعدون أن يوقعوا على ورقة بيضاء كما فعلها نور المالكي في وزارة الأولى والثانية. المهم هو ما يحدث بعدها. لذلك إذا نشوف النقاط الخلافية هي كلها نابعة من عدم التزام الحكومات العراقية بوعودها وبالدستور. مادة 140، حصة الإقليم في الميزانية، حتى مسألة النفط، السنجار وإلى آخره. هذا من جانب. من جانب آخر هناك يعني أمر لم يحسم بعد. الإطار وخاصة دولة القانون يتحدثون عن حكومة تستمر لأربع سنوات، وكأن الانتخابات جرت يوم أمس وهم الفائزون، وهذه دورة انتخابية ودورة يعني تشكيلة وزارية لدورة كاملة. المطلب الجماهيري، مطلب الصدريين، وما يتوقعه الناس أيضا هو تشكيل حكومة تتعهد بأن تجري انتخابات مبكرة خلال مدة لا تتجاوز 18 شهر. لذلك كل الشعارات والوعود البراقة هي في الحقيقة خارج إمكانيات وصلاحيات وقدرة وزارة مؤقتة هدفها الرئيسي إجراء انتخابات. هذا أيضا يجب أن يحل، ولننتظر. يعني هذه الخلافات داخل الإطار أيضا سيكون لها تأثير طبعا على الكرد وعلى السنة أيضا. السنة عندهم مطالب واضحة جدا، مسألة إعادة اللاجئين، مسألة إعمار المنطقة، مسألة إبعاد. بس في هذه الحالة المنطقة يكون يعني لو كان هناك مضي في مشروع تشكيل الحكومة، هذا يعني تجاوز على من في هذه الحالة من الأحزاب السياسية؟ في الحقيقة طبعا هو يعني إذا كان المقصود هو أن الكرد والسنة خرجوا عن اتفاقهم مع الصدر، الصدريون عندما خرجوا من البرلمان لم يعودوا طبعا شركاء في العملية التي تؤدي إلى تشكيل حكومة. وسيد الصدر نفسه عندما قرر الاعتزال عن السياسة لحد الآن قال أن شركائي مع شكري لهم هم أحرار في أن يتصرفوا. لا هذه هي خيانة لشريك، ولا هي بالتأكيد رضا بكل ما يمثله الإطار. هذه هي البراغماتية السياسية، نحن نقولها ونكررها دائما، وأعتقد الوضع بالنسبة للسنة نفس الشيء، أن نكون في الحكم أحسن من أن لا نكون في الحكم. الأخوة في الشيعة يحتاجون أن يكون هناك أطراف سنية وشيعية. إذا لم يدخل الحزب الديمقراطي الكردستاني ويقرر مثلا تقدم أيضا لن يدخل. أنا متأكد هم سيكتفون بمجموعة صغيرة من الكرد، مجموعة صغيرة من السنة لا تأثير لهم في جمهورهم، ولكي لأن يحتاجون أن يظهروا الحكومة بأنها حكومة تمثل الكل والكل مشتركون فيها. لذلك هذا هو الإطار العام أنا أعتقد، والضرورة والواقعية السياسية تتطلب مثل هذا الموقف.
طيب في هذه الحالة هل هذه فرصة إذن للأحزاب الكردية أو للمكونين الكرديين الكرديين يعني أقول لاغتنام فرصة، لأن هناك من هم في حاجة الآن لهم لتشكيل هذه الحكومة، بمعنى الحصول على مغانم أكثر؟ صح. يعني بالنسبة لنا أنا أقول لك بصراحة الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يبحث عن مغانم، يبحث عن وضع أسس ثابتة للحكم في العراق تستند على روحية الدستور. ونحن نعتقد إذا تم التوصل إلى مثل هذه الحالة، كل ما يسمى مطالب، كل ما يسمى ضغوط، كل ما يسمى كذا، هي كلها نابعة من هذه المسألة. لأن كل انظر المادة 140 كمطلب من مطالب الكرد، مادة دستورية تمنصت على الحكومة. انظر إلى حصة الأقليم المادة 121 ثالثا تخصص نسبة عادلة من الواردات الاتحادية للمحافظات حسب سكانها. انظر إلى النفط أيضا، لا يوجد أي نص في الدستور يمنع الأقليم من إدارة واوا. انظر إلى التعاون مع بين قوات البيشمركة، يعني قوات الرسمية المسلحة في الأقليم وقوات الاتحادية، وملئ هذا الفراغ الموجود بينهما والذي يعني يتحرك به داعش بحرية. هذه كلها مسائل هي أنا أعتقد عراقية أكثر ما هي كردية، بما أن الكرد أو الأقليم هو جزء من الدولة العراقية، فنعتقد أن تحقيق هذا في العراق سيؤدي إلى ضمان تمتع الكرد بالحقوق التي نص عليها الدستور. شكرا لك من أربيل عبد السلام البرواري، النائب السابق في البرلمان الكردستاني. قبل أن أواصل نتوقف الآن مع بعض المشاهد التي وصلتنا من الأحواز لتظاهرات أيضا انضمت إلى التظاهرات المندلعة أصلا في الكثير من أرجاء إيران. نشاهد. احواز زیتون کارمندی زیتون کارمندی زیتون کارمندی طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في الولايات المتحدة مشروع قانون لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سوريا. يهدف المشروع الذي قدم تحت عنوان قانون المعتقلين والمهجرين السوريين إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا، وتحديدا مخيم الهول الذي يضم عائلات عناصر داعش. وأوضح مشرعون أنه في حال عدم معالجة المشكلات الموجودة في المخيمات حاليا سينجم عن ذلك كارثة إنسانية، فضلا عن أن آلاف المعتقلين يمثلون جيشا نائما لداعش. من شمال سوريا المعارض السوري الدكتور زكريا ملاحفجي، أهلا بك. هل هناك فعلا إمكانية الآن إذا وجدت النية والإمكانات لإغلاق مخيم الهول وما شابهه من مخيمات خشية تنامي داعش فيه، فالتوصيفات بأن في هذه المخيمات جيشا نائما لداعش؟ أهلا وسهلا، مساء الخير.
طبعا مخيم الهول هو يعني أسوأ مخيم يعاني من حالة إنسانية كبيرة منذ سنين نتيجة التموضع في البادية السورية وسوء الأحوال اللي بيعيشها بشكل كبير جدا. طبعا مخيم الهول أنا ما بعتبره فيه جيش نائم لأنه فيه بعض نساء وأطفال لشخصيات كانوا مع داعش وفيه سوريين موجودين في المنطقة رفضوا الذهاب إلى النظام إلى آخره، وهو قريب من منطقة التنف اللي فيها التحالف الدولي. يعاني المخيم من شح في المياه كبير، الحالة التعليمية، الحالة الصحية، كوارث إنسانية كبيرة. تحدث كثير من المنظمات الإنسانية والحقوقية عن حالة المخيم، حالة بائسة كبيرة للغاية. طبعا أذكر شغلة أن القضايا الإنسانية والمآسي الإنسانية يعني جذرها وحلولها سياسية، وصراحة أنه يكون في هناك مشروع تحديدا يعني إغلاق هذا المخيم، أنه يلتقى هناك حل للناس القاطنين اللي هن بعيدين عن الانخراط في المجتمع، بعيدين عن التعليم، بعيدين عن الصحة، الرعاية، المياه. لا سيما أن سوريا في الفترة الأخيرة في بعض المناطق انتشر فيها مرض كوليرا، هذا مرض معدي وخطير للغاية. فمخيم بهذا الوضع البائس، فيعني إذا لا قدر الله جرى فيه أي إصابة فنحن أمام كارثة إنسانية ستحصل في هذا المخيم. حتى يعني أبسط سبل الرعاية الصحية غير موجودة للغاية. بيتدخل أحياناً الهلال الأحمر من أجل بعض عمليات لبعض سيدات أو ولادة أو أي يعني أمر هو قمة في البساطة، لكن وضع المخيم وضع صعب. يعني أهالي المخيم قدموا مناشدات كثيرة، منها التحالف الموجود في منطقة التنف، منها للمعارضة بحيث أنه يكون في سبيل لوصول سواء إلى يعني إلى الشمال عموماً في أي منطقة، لكن ما تلقت يعني أي صدى لهذا الموضوع. هنالك أيضا تعميم يعني بالصورة أن هؤلاء يعني ممكن أن يكونوا بنية لداعش. الظروف الإنسانية القاهرة نعم ممكن تدفع الإنسان للتطرف، لكن هؤلاء حقيقة جزء منهم إن بعض أسر لشخصيات كانت في التنظيم، وجزء منهم لا، على بالعكس على النقيض تماما من تنظيم داعش. لكن هذه المأساة الإنسانية الكبيرة إذا بقيت ولم يعني حقيقة يلتفت لها فممكن تؤدي إلى أي سلوك، والإنسان بحالة الظروف الإنسانية الصعبة ممكن يخرج أي سلوك منه تطرف تجاه أي جهة ما بشكل أو بآخر. يعني الصيف ونحن في نهاية الصيف كان أصعب صيف يمر على مخيم أبو الهول. المياه كانت تأتي عبر منظمات دولية من الأردن ثم تناقص. نعم أنا اسمح لي فقط، الوقت جدا ضيق معي، كنت يعني في صدد يعني أسأل أكثر، ولكن انتهى الوقت. من شمال سوريا المعارض السوري الدكتور زكريا ملاحفجي، شكرا لك. انتهت ساعتنا الأولى من استوديو الحدث، دقائق معدودات ونبدأ الساعة الثانية. حسين كامل صاحب الكلمة الأولى في الدولة بعد الرئيس، كيف كان حسين كامل يتعاطى معكم؟ وزير التجارة العراقي الأسبق الدكتور محمد مهدي صالح الراوي كان يحول الموارد إلى هيئة التصنيع العسكري وقلص الغذاء، فسمع الرئيس وألغى قرارات اللجنة الاقتصادية وقال له حسين، قال له الصواريخك ما لها قيمة إذا جاع شعب العراق. معلومات تكشف لأول مرة. هل كان بإمكانك الاعتراض أمام حسين كامل؟ الذاكرة السياسية الجزء الثالث الليلة 10:30 على شاشة العربية. أشير للعاجل البرهان لا مزايدة على الأهداف الوطنية للمنظومة الأمنية. العنوان الرئيس لهذه العملية السياسية وهو إنهاء حالة الانقلاب الحالية. طيب كيف يمكن الوصول إلى حل وسط بين هذين الفريقين؟ فريق يتهم الآخر بالانقلاب وفريق آخر يقول إنه ليس انقلاب. ذا جانب من التظاهرات التي بدأت منذ الساعة 1 بتوقيت الخرطوم، وهنالك أيضا تحرك على الجانب العسكري. هذا الشارع على الأقل لا ينتمي إلى أي جهة. المشهد السياسي تماما كما تراه الآن على يعني الشاشات. المتظاهرون اختفوا محمد.
هي تطالب بترحي المكون العسكري عن السلطة، تطالب بمدنية الدولة. تظاهرات لا جدوى منها. هل هناك مؤشرات على الأرض تقول بأنه سيكون هناك تعاطي مختلف مع هذا الوضع في السودان؟ الحرية والتغيير لا تبيع الحلم. قابلتم نفس الشخصيات، يعني ثلاثية المكون العسكري، ما الجديد إذن؟ التقينا بعض الفتيات من اللواتي، يعني من اللواتي. ماذا يحدث؟ لا لا لا، يقومون بضرب المصور. نحن مضطرون تهاني لإخلاء المكان. أتمنى أن تكوني تسمعين كريستيان الآن. تهاني، دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحملون السلاح. من منعكم من التصوير؟ قتلى واشتباكات مسلحة ودوي انفجار شرق العاصمة وحظر للتجوال وانتشار أمني كبير. هذه الصورة المصغرة لمشهد انفلات كبير عاشه العراق اليوم. إن هذا سيحرق الأخضر واليابس. وللأسف وصلنا إلى هذه المرحلة التي لا يمكن العودة عن نتائجها. قتل 20 شخصاً على الأقل في الاشتباكات التي دارت اليوم في المنطقة الخضراء. من بغداد معي ماجد حميد مراسل الحدث. ما زال يتظاهر المئات بل الآلاف من مناصرين التيار الصدري. نحن في متابعة مستمرة معكم مشاهدينا وعلى مدار الساعة بمراسلين موجودين على الأرض ينقلون الصورة. نحن بالقرب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. إذن معكم هذه التغطية المفتوحة والمستمرة لتطورات الأحداث في المشهد العراقي. وعلينا الإقرار لأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. قد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكن الآن تعيد إعادة تموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت، من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. وقعت القذيفة الآن والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب، حيث أن العربية والأمريكية أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا. محافظ طهران يدعي انتهاء الاحتجاجات، وقائد سابق بالحرس الثوري يقر بأن مهسا أميني قتلت بضربة على الجمجمة. مسيرة مجهولة تقصف منزل قيادي بالبشمركة في السليمانية، وبرزاني يطالب بوضع حد للاعتداءات على الإقليم. رئيس الوزراء اليمني يشترط تنفيذ إجراءات لبناء الثقة قبل مناقشة الملفات المعقدة بفعل التدخل الإيراني. موقع أمريكي يكشف عن تهريب شركات مرتبطة بحزب الله 18 مليار دولار من العراق إلى لبنان. وبوتين يعلن اليوم أكبر عملية ضم لأراضي الأوكرانية إلى روسيا.
أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من استوديو الحدث، أيضا نفتح فيها عددا من الملفات، نوفيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. قال رئيس الوزراء اليمني إن الوضع في اليمن كارثي، محملا ميليشيات الحوثي السبب في إشعال الحرب وإتاحة فرصة التدخلات الإيرانية التي تسببت في تعقيد المشهد اليمني وانهيار الدولة وتغيير الخارطة السياسية، وطالب بتفعيل المبادرات وتمديد الهدنة الأممية والتحرك نحو محادثات سلام شاملة بما يتطلبه من إجراءات لبناء الثقة التي تمكن من الانتقال إلى مناقشة الملفات المعقدة والصعبة في الأمن العسكري والاقتصاد ومؤسسات الدولة. إذن هناك نية لتمديد الهدنة مرة أخرى، وإن كان هناك جدل عليها إن كانت قد يعني جلبت منفعة لليمنيين وللشرعية أكثر مما هي في صالح الميليشيات. بكل الأحوال جدال يمني هذا، فمع اقتراب التمديد الثالث للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن من الانتهاء، غادر المبعوث الأممي صنعاء من دون موافقة حوثية بالتمديد، فيما تبدي الحكومة اليمنية موافقة مبدئية لكنه تطالب بضمانات حقيقية ملزمة للحوثيين. المبعوث الأممي كان في وقت سابق قد حذر من خطر عودة القتال مرة أخرى إذا لم يقبل تمديد هدنة وقف إطلاق النار. تحذير المبعوث الأممي صعد من المخاوف الشعبية، وهو ما أكده المشاركون في ندوة أقامها معهد واشنطن بحضور رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك. رئيس الحكومة أكد في الندوة دعم حكومته للجهود الأممية في أي عملية سلام في اليمن، لكنه ألقى باللائمة على الميليشيات الحوثية في إشعال الحرب وإطالة أمدها وإتاحة فرصة التدخلات الإيرانية. التدخلات الإيرانية حسب رئيس الحكومة اليمنية تسببت في تعقيد المشهد اليمني وانهيار الدولة وتغيير الخارطة السياسية وتراجع التعليم. وقال إنه كان من الممكن حل كثير من ملفات الحرب اليمنية بما فيها وضع ميناء الحديدة منذ سنوات لولا مناورات الحوثيين وعرقلتهم. عبد الملك طالب بتفعيل مبادرات سلام حقيقية وتمديد الهدنة التي صمدت لستة أشهر نتيجة لتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي مع كل الجهود الأممية والدولية رغم تعنت الحوثيين، كما طالب بالتحرك نحو محادثات سلام شاملة بما تتطلبه من إجراءات لبناء الثقة التي تمكن من الانتقال إلى مناقشة الملفات المعقدة والصعبة في الأمن العسكري والاقتصاد ومؤسسات الدولة. وفي السياق، شدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندر كينغ على ضرورة تمديد الهدنة، عدا أن هذه الخطوة تمثل أولوية للولايات المتحدة وللمجموعة الدولية، وأن على جميع اليمنيين تقديم أفضل ما لديهم. لندر كينغ دعا الحوثيين بشكل خاص إلى نهج ما سماه خيارات واقعية، وإلى رفع الحصار عن المدن المحاصرة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية. المبعوث الأمريكي أكد أن الخسائر المدنية انخفضت بنسبة 60% ويرى أنه يجب أن تنخفض إلى الصفر. من القاهرة علي الصراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، أهلا بك. هل يمكن البناء على الهدنتين السابقتين وإن مددت مرة أخرى لخارطة يمكن فعلا المضي بها كما قيل الآن، يعني تخفيض عدد الخسائر الآن، تخفيف وطأة وصعوبة الاقتصاد المنهار شيئا فشيئا؟ أهلا أستاذ محمد، ونهار سعيد لك وللمشاهدين الكرام. طبعا الهدنة التي بدأت في إبريل الماضي وجددت مرتين ونحن الآن بصالة التجديد الثالث، أعتقد بأنها طبعا حققت فوائد جزئية، أنا لا أقول بأنها فوائد كبيرة ولكن حققت فوائد جزئية ولها جوانب إيجابية وجوانب سلبية. جانبها السلبي، دعنا الجوانب الإيجابية معروفة، لكن الجانب السلبي فيها أن الحوثيين وجدوا الفرصة لحشد قواهم وتكديس المزيد من السلاح الذي يصلهم
من إيران، ويعني عادوا ترتيب أوضاع الجبهات المختلفة، وهذا طبعا في إطار استعدادهم لخوض حرب قادمة. كان يمكن فعلا يعني إذا ما استجاب الحوثيون للمبادرات الأخيرة المتعلقة بتوسيع الهدنة، وهي قامت على مقترحات مقدمة من المبعوث الأممي، والحكومة اليمنية قد أبدت فعلا استعدادها وتفهمها لهذه المقترحات واستعدادها أيضا للسير معها، لكن كما هو واضح الآن بأن الجماعة الحوثية رفضت هذه المقترحات، ويعني لا زالت تتمسك بشروطها القديمة دون أن تبدي أي استعداد للالتزام بشروط الهدنة. هي فقط تطرح شروط ومطالبات وتريد من الطرف الآخر أن ينفذها، لكنها بالمقابل لا تبدي الاستعداد لأن تنفذ أي شيء مما هي ملزمة بتنفيذه. النقطة الواضحة في هذا الموضوع هو موضوع المرتبات. موضوع المرتبات هذا هو استحقاق قديم، وكان قد حسم في اتفاقية ستوكهولم في 2018، ووفقا لهذه الاتفاقية ينبغي أن توجه إيرادات ميناء الحديدة إلى صندوق خاص، يعني هذا الصندوق يقوم بتمويل المرتبات للعاملين في القطاع المدني في يعني في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، وفي حالة أن يكون هناك عجز يعني المبالغ غير كافية لتسديد المرتبات، تلتزم الحكومة بتوفية المتبقي لسداد كامل المرتبات. لكن ماذا حدث؟ حدث أن الحوثيين رفضوا فعلا إنشاء يعني توجيه هذه المبالغ، واستمروا باستخدامها في خدمة مشروعهم العسكري وأيضا يعني إثراءهم الشخصي. جاءت الاتفاقية الهدنة الأخيرة وجددت النص على نفس هذا الموضوع، ولكن حتى هذه اللحظة نلاحظ بأن الحوثيين لم يلتزموا، بل بالعكس الآن يطرحوا شرطا جديدا أن الحكومة هي ينبغي أن تدفع كامل المرتبات. طيب والإيرادات التي يعني يأخذونها ما هو، ماذا سيكون مصيرها؟ هل ستوجه للبنك المركزي؟ وهل نتحدث عن إيرادات كبيرة ممكن أن تخفف فعلا يعني من العبء الآن الواقع على كاهل الحكومة لدفع هذه الرواتب والمصاريف الأخرى؟ فعلا، وأنا أقول بأن يعني إيرادات ميناء الحديدة هي تكاد تكفي لسداد المرتبات وفقا لكشوفات 2014، لكن الحوثيين كما نلاحظ بأنه لديهم ليس فقط مشروع للسيطرة العسكرية، ولكن لديهم مشروع للاستيلاء على الثروة، يعني والاستيلاء على الثروة يتعدى حدود الاستيلاء على أراضي الدولة ويعني والأراضي والمؤسسات العامة إلى الاستيلاء على الأموال الخاصة حتى، وعندهم مشاريع كثيرة بهذا الصدد. هم الآن بصدد نقل الثروة من المجتمع إلى أيدي السلالة، إلى أيدي حفنة، وليس السلالة كلها، حفنة من السلالة. هذه الحفنة هي التي الآن تسيطر، وهي التي تمتلك القرار، وهي التي تأمر بتوجيه السلاح، والآن تريد أن تعزز سيطرتها العسكرية بسيطرتها الاقتصادية والمالية. هي غير مهتمة في الواقع بسداد مرتبات الموظفين. لو كانت فعلا هي تهتم بمصالح المواطنين لكانت قد يعني تصرفت من وقت مبكر في يعني في توجيه هذه الإيرادات لصرف المرتبات، ولكنها غير مهتمة بهذه المسألة نهائيا. نلاحظ بأنها
في الوقت التي تستولي على مرتبات الموظفين تقوم أيضا بفرض جبايات مختلفة وتحت مسميات لم تنتهي. آخر شيء سيعملها الآن هو ميلاد النبي. حولوا النبي من نبي للأمة إلى قدر الأسرة. يعني الحوثيين يتعاملون مع محمد رسول الله ليس كنبي للإسلام ولكن كقدر الأسرة، ويلزموا الناس بأن يدفعوا أموال وهم بدون مرتبات، يدفعوا أموال من أجل أن يحتفلوا بهذا المولد الذي أخرجوه عن سياقه الحقيقي من مولد للنبي إلى مولد لقد الأسرة. أنا أعتقد بأن يعني هذا الأمر يعني ينبغي أن يكون واضحا لدى الجميع بأن هذه الجماعة من الصعب التوصل معها إلى تفاهم إلى اتفاق ينهي الإشكال طالما يملك السلاح وطالما قادرين على توجيه هذا السلاح. طالما يصل إليهم السلاح أنا أعتقد أنه كان كلام رئيس الوزراء في غاية الأهمية. ينبغي وضع حد للتدخل الإيراني في اليمن لأنه هذا هو الذي عقد مشكلة اليمن، هذا هو الذي أبقى على هذا الخطر الذي يهدد اليمن برمضان. شكرا لك من القاهرة على إصرار المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني. استوديو الحدث متواصل، فيه بعد الفاصل. موقع أمريكي يكشف عن تهريب شركات مرتبطة بحزب الله 18 مليار دولار من العراق إلى لبنان. وبوتين يعلن اليوم أكبر عملية ضم لأراضي الأوكرانية إلى روسيا. هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل. قضية سداح مداح. ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة. وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بلادي شاعر، العالم كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البومبان هو قمع لحرية الشعب السوداني والثورة مستمرة. زلنا في ساعتنا الثانية من استوديو الحدث في الملفات المختلفة. نقل موقع ميديا لاين عن مصدر وصفه بالمطلع في مصرف لبنان المركزي أن أكثر من 18 مليار دولار تخص سياسيين عراقيين والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تبخرت بسبب الأزمة المصرفية في لبنان. وأشار الموقع إلى أن هناك أكثر من 1.3 مليار دولار تخص الحكومة العراقية وأكثر من 650 مليون دولار تخص حكومة إقليم كردستان لدى مصرف لبنان المركزي.
كما أوضح الموقع أن هناك سياسيين يخشون العقوبات، لذلك فتحوا حسابات مصرفية بأسماء شخصيات لبنانية تتبع الاتجاه نفسه، وهم في الغالب من أتباع حزب الله وحركة أمل الموالين لإيران. موقع ميديا لاين أضاف أيضا أن العراقيين لم يطلبوا حتى الآن سحب أموالهم، وإن فعلوا ذلك فلن يتمكن مصرف لبنان المركزي من تلبية الطلب لأنه لا يملك سيولة كافية. كما كشف الموقع أن شركات متخصصة مرتبطة ضمنيا بحزب الله أشرفت على تحويل الأموال وإدارة الحسابات المصرفية لسياسيين عراقيين في لبنان. قبل أن أواصل، ثمة مشاهد أخرى لتظاهرات تندلع في الأحواز انضمت إلى الاحتجاجات الأخرى التي تجتاح أرجاء واسعة من إيران. نبقي عينا دائما على التطورات في إيران. الدكتور مصطفى البزركان الباحث في الاقتصاد السياسي والطاقة من لندن مع الآن. عمليا ماذا يمكن أن نفهم من تحويل هذه الأموال التي تقدر بالمليارات من العراق إلى لبنان؟ بمعنى لماذا الاتجاه نحو لبنان في هذه الحالة؟ سؤال جميل. يعني لابد أن نعود إلى 18 سنة الماضية، كان هناك ما يطلق عليه مزاد الدولار في المركز العراقي. كان هناك تدخل شركات من أجل تقريبها للمواطن، أنه هذه الشركات تحصل على دولار مدعوم حكوميا من أجل تسديد الواردات للعراق. ولكن ظهر من أرقام وزارة التجارة أنه هذه الواردات لا تمثل إلا 10% من مبالغ المحولة، وهذه إحدى العمليات التي كيف انتقلت هذه الأرصدة إلى لبنان، وليس لبنان فقط، هناك بعض الدول الأوروبية، هناك دول جوار أيضا. هذه جميعها كان هناك ثغرة قانونية وثغرة يعني ثغرة فساد إن صح التعبير لتحويل هذه الأمور. هناك مبلغ قد يتفاجئ المشاهد الكريم، أكثر من 320 مليار دولار فقدت من مصادر يعني من موارد العراق والعراقيين. هذه جميعها تدل على أنه كان هناك، يعني دعني أوضح نقطة، أنه قبل حتى قبل سنة ونص أو سنتين كان هناك مجال كبير لغسيل الأموال. ولذلك صحيح هناك أرصدة في لبنان، وهناك أكثر من 500 شركة في العراق حصلت على ضمانات أمنية من أجل عملها. لماذا؟ لأنه الضمانات الأمنية لا تتوفر إلى شركات أخرى أجنبية فابتعدت عن الساحة العراقية. هذه جميعات شاركت في وجود هذه الأرصدة وفي لبنان، خاصة كما نعلم دوليا أنه كان يعني النظام المصرفي في لبنان نظام يعني معترف به، وهناك السرية المصرفية، وكان هناك بمستوى الدولار إلى الليرة هو 1500 ليرة للدولار. بعد ذلك انحدرت الأمور. طيب، تحويل هذه الأموال من العراق إلى لبنان ينتفع بها حزب الله عمليا أم فقط أرصدة في بنوك لبنان؟ هل إن كان المقصود الآن فهي هذه المبالغ لم تعد موجودة. يعني حتى المبالغ النظامية، على سبيل المثال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي قال بالحرف الواحد الأفراد تبخرت أرصدتهم، وهذا ما سيحصل. لا، سؤالي قبل التبخر، عملية وجودها من الأساس أيضا مجرد يعني تأمين هذه الأموال في بنوك لبنانية أم أيضا ينتفع بها حزب الله آنذاك؟ من هو المسيطر على النظام المصرفي؟ يعني هناك مصارف كثيرة في لبنان، المصرف المركزي. هل هناك إمكانية للاستثمار هذه الأرصدة؟ ولكن عملية خروجها من العراق إلى لبنان هي تفيد من صاحب هذه الأرصدة، سواء كان عراقيا أم غير عراقي، سواء كان مؤسسة عراقية أو مؤسسة غير عراقية. طيب الآن إذا أراد العراق أن يطالب بهذه الأموال، هنا السؤال إذن كيف يمكن أن تسترد؟ ولنتحدث إذن عن، لأن المال كثير ما يفسد بين الناس، يعني توتر في العلاقة.
صحيح، مع هذه التراجعات الكبيرة الضخمة في مستوى الليرة، وكما قال مستشار رئيس الوزراء العراقي أنه المبالغ المتابعة والأرصدة الفردية لا يمكن الحصول عليها، وهناك ترتيب دولي، يعني قد يكون هناك ترتيب مع المودعين ب يعني ما يطلق عليه حلاقة هذه الأرصدة، بمعنى 50 أو 60% تذهب هباء، ويكون الاتفاق على 40% من هذه الأرصدة بدفعات خلال سنوات قادمة. هذه نقطة. بالنسبة إلى العراق، أنا أعتقد أنه هذا سيحصل إلى المبالغ المودعة الرسمية كما ذكرتم في تقريركم، الحكومة العراقية، حكومة إقليم كردستان. أما المبالغ الأخرى فأنا أعتقد لا يمكن حتى الحصول على جزء منها إلا بقرارات قانونية من هيئة النزاهة العراقية من خلال متابعة الفاسدين ومن سولت لهم أنفسهم سرقة أموال العراقيين. نعم. طيب، عملية يعني التبخر هذه، هل نتحدث فعلا يعني عن انهيار لهذا الاقتصاد في لبنان، وبالتالي أثر ليس على المودعين اللبنانيين فقط كما قلنا العراقيين، هناك كثير من العرب بالمناسبة فقدوا أموالهم، هل نتحدث عن عملية تبخر بفعل انهيار اقتصاد أم بفعل سرقات حصلت وتحويل هذه الأموال إلى الخارج؟ قد يكون هذه العملية هي عملية تغطية، وهذه تحتاج إلى تحقيقات، ولكن النقطة الأساسية وهو تراجع الليرة. يعني لماذا هذه الأموال الآن لا يمكن للمصرف المركزي إعادتها نظرا لتراجع الليرة وعدم توفر السيولة؟ أما هل كانت هذه عمليات تغطية لسرقات؟ هذه تحتاج إلى تحقيقات دولية، وأنا أتفاجأ لحد هذه اللحظة لماذا لم يتم تحقيقات دولية وبالتالي إثبات من هو المذنب في هذه العمليات أو المذنبين في هذه العمليات لينالوا جزاؤهم. عندما تتحدث عن نحو يعني أو أكثر من 300 مليار دولار عراقي تبخرت من العراق طيلة هذه السنوات، هيك أتخيل أنه حجم هذه الأموال لو استثمرت وصرفت على الشعب، كيف يمكن أن نرى هذا الاقتصاد وحال العملة مقابل الدولار، وكيف نرى المدن تطورت إلى آخره، ونجد يعني يمكن نصف الشعب العراقي الآن يعاني فقر ويعاني يعني حاجة. الفقر 40% من الشباب من العراقيين، 38% من الشباب العراقي يعاني من البطالة. يعني هذه أرقام لا يمكن أنه تطبق على العراق. العراق الشهر الماضي كان مورده في الشهر 11.5 مليار دولار من مبيعات النفط. مبيعات النفط خلال 18 عاما وصلت إلى 1.84 تريليون دولار. أين ذهبت؟ ليس هناك أي مشاريع. المشاريع توقع وتأخذ المبالغ المخصصة لها ثم تتبخر المشاريع كما تبخرت هذه الأرصدة في المصارف اللبنانية. يعني تقصد أنه المشاريع يعني على لسانك أنت كلي قال أنا قلت لبناء جيوب أكثر منها بناء مدن. عزيزي، هي ليست المشاريع، هو الفساد المستشري. هناك فساد مالي إداري، يعني حتى يعني الآن هيئة النزاهة تتابع ليست أشخاص، تتابع شركات، تتابع مؤسسات، وهناك بعض الأشخاص ينالون جزاءهم القانوني ولكن يظهر هناك عفو ويخرجون ويتمتعون بما أخذوه من عمليات الفساد التي قاموا. شكرا لك من لندن الدكتور مصطفى البازركان، الباحث في الاقتصاد السياسي والطاقة. أكد الكرملين أن أي هجوم على الأقاليم الجديدة التي ستضمها روسيا سيعد بمثابة عمل عدواني ضد موسكو. وبيّن الكرملين أن روسيا ستضم دونيتسك لوغانسك إليها وفقا لحدود عام 2014، وأشار إلى أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا لم تتغير. كما تحدث الكرملين عن التهديد باستخدام النووي ووصفه بالتصرف غير المسؤول. وفي ردات الفعل، رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس قالت أنه لا يمكن السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتغيير الحدود الدولية باستخدام القوة. وأكدت تراس بأن بريطانيا لن تعترف بدونيتسك، لوغانسك، خيرسون، زابوريجيا إلا كأراض أوكرانية. وقالت رئيسة وزراء بريطانيا بأن بوتين ينتهك القانون الدولي ولا يبالي بأرواح الأوكرانيين. ميدانياً، أعلن حاكم زابوريجيا ألكسندر ستاروخ مقتل 23 شخصاً بهجوم صاروخي روسي استهدف قافلة مدنية قرب المدينة جنوب أوكرانيا.
في المقابل اتهم مسؤولون انفصاليون موالون لروسيا القوات الأوكرانية بتنفيذ الهجوم. من موسكو مراسلة الحدث كاتيا طومي، ومعي أيضا من كييف مراسل الحدث حذيفة عادل. أهلا بكم. نبدأ مع كاتيا. بداية، ترقب كلمة يعني بوتين والإعلان الرسمي في احتفال كبير لضم هذه الأراضي الأوكرانية لروسيا التي تعدها روسيا أراضي أوكرانية أراضي روسية أصلا. مرحبا محمد. بالفعل اليوم سنشهد احتفالات في الساحة الحمراء بمناسبة توقيع الرئيس الروسي على ميثاق ضم الأراضي التي تم الاستيلاء عليها طبعا من قبل القوات الروسية. كما تشاهد من خلفي هنا الساحة الحمراء، هناك طبعا تحضيرات منذ يوم الأمس بدأت للاحتفالات التي ستقام اليوم. هناك طبعا انتشار أمني على طوق الساحة الحمراء وسياج يمنع مرور أو دخول المواطنين الروس، سواء أو الإعلام تم منع من الدخول الساحة الحمراء. طبعا هذه الفعالية التي ستبدأ في الساعة 12 بتوقيت غرينتش، هو ستبدأ بتوقيع الوثائق الأربعة التي تنص على ضم المناطق التي تم السيطرة عليها، والتي تتضمن طبعا ما سيتم فيما بعد تطبيقه من القانون الروسي، كيف سيتم تطبيقه على الأرض في هذه المناطق، وطريقة الاندماج ومدة الاندماج التي ستستغرق اندماج الاقتصادي لهذه المناطق ونظام التعليم هناك والنظام المالي. طبعا يتوقع أن يكون هناك خطاب موسع للرئيس الروسي سيتوجه فيه إلى الشعب الروسي طبعا في هذه المناسبة، وستكون هذه الاحتفالات طبعا منتشرة على جميع الأراضي الروسية، الاحتفالات بانضمام هذه المنطقة، وهي تترافق طبعا مع تصريحات الكرملين التي أكدت أن روسيا ستقوم باستعادة جميع مناطق دونيسك وتحريرها إلى النهاية إلى حدود منطقة دونيسك بشكل كامل، أي أن هذا التوقيع هو ليس نهاية العملية العسكرية، العملية العسكرية ستستمر حتى تحرير جميع مناطق دونيسك ولوغانسك ومنطقة طبعا زاباروجيا وخرسون التي قام الرئيس الروسي يوم أمس بتوقيع مرسوم باستقلالية هاتين المنطقتين، بالإضافة إلى المنطقتين دونيسك ولوغانسك التي قام بإعلان استقلالهما في الشهر شوباط الماضي محمد. نعم. كييف حذيفة، نعرف الآن ردة الفعل الأوكرانية رسميا شعبيا وربما استعداد عسكري للرد على هذه الخطوة الروسية. نعم، أهلا بك محمد. ساعة ونصف تفصلنا عن هذا الحدث، وهو توقيع ميثاق ضم مناطق بحسب الأعراف والقوانين الدولية هي أراضي أوكرانية، وبحسب ترسيم الحدود للعام 91، الأمر الذي ترفضه كييف بشكل واضح، وصرحت بذلك في أكثر من بيان وأكثر من مناسبة وأكثر من مسؤول أوكراني صرح بذلك. وزارة الخارجية الأوكرانية محمد قالت أن إعادة ترسيم الحدود بهذا الشكل وتحت تهديد السلاح وبعد الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية بشكل غير قانوني هو أمر مرفوض، وأيضا هو أمر يعارض الدستور الأوكراني وكذلك القواعد والقوانين الدولية، وهي ترفض هذا الأمر وتعتبره جريمة أخرى إضافية يعني تضاف إلى جرائم الاتحاد الروسي، وهي تتمسك بحقها في استعادة هذه الأراضي بالسبل العسكرية والدبلوماسية. الرئيس فلاديمير زيلينسكي وصف هذا اليوم بيوم آخر من نظام
انتصار الشعب الأوكراني، وهو يوم جديد تواصل فيه القوات المسلحة الأوكرانية سعيها للوصول واستعادة الأراضي المغتصبة كما وصفها من قبل الاتحاد الروسي. أيضا قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي وأعلن عن مباحثات جرت في اليومين الماضيين حتى صباح اليوم مع قادة العالم الذين قال أنهم أدانوا هذا الضم وهذه الاستفتاءات التي تمت في الأراضي الأوكرانية. تحدث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كذلك إلى المستشار الألماني، وزيرة الخارج، وزيرة رئيسة الوزراء البريطانية، وكذلك رئيس الوزراء الكندي، وكذلك أيضا الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من قادة العالم، وأكد أنهم أدانوا هذا الفعل. وهذا طبعا يترجمه اليوم هذه التصريحات من قادة العالم حول هذه القضية. اجتمع اليوم الرئيس فلاديمير زيلينسكي مع القائد الأعلى للقوات المسلحة وناقشوا يعني الخطوات التي يقوم بها الاتحاد الروسي وكذلك خطة استعادة الأراضي الأوكرانية وإيصال الذخيرة والأسلحة إلى المناطق الأكثر سخونة. وهذا أيضا رد فعل على أن يعني هذا يترجم ما قاله الرئيس فلاديمير زيلينسكي أنهم سوف يستعيدون هذه الأراضي بالقوة العسكرية. الفيصل كما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي وأعضاء مكتبه، الفيصل في ذلك المساعدات العسكرية وحجم الأسلحة ونوعية الأسلحة المتوفرة لكييف لاسترداد هذه الأراضي. وأما الإجراءات الروسية فهم بالنسبة لهم لا تعني أي شيء. محمد، أخيرا كاتيا مرة أخرى، من الناحية الشعبية هل هناك يعني استقبال لهذا الإعلان على نحو يعني شعبي مرحب باعتبار أنه ينظرون إلى هذه الأراضي بأنها عادت إليهم، أم هناك في تفاوت يعني تباين في آراء الشارع الروسي؟ حقيقة محمد، قمنا يوم أمس باستطلاع للرأي في الشارع، كان معظم المواطنين الروس هم مع انضمام هذه المناطق إلى الأراضي الروسية. طبعا لا شك أن هناك معارضين أيضا إلى هذه لهذه العملية، ولكن المعظم كان هنا مؤيد لعملية الانضمام ومرحب بانضمام هذه الأراضي وعودة كما يقول الروس هذه الأراضي إلى الوطن الأم التي طبعا يعتبرونها أنها أراضي روسية وتم الاستيلاء عليها بشكل الخطأ من الجانب الأوكراني. ولكن أريد أن أشير أنها تترافق هذه العملية مع عملية الإعلان التعبئة الجزئية، وهي ما تزيد التوتر في الشارع الروسي. وهناك مخاوف وترقب كبير لكلمة الرئيس الروسي في حال سيكون هناك تصعيد بعد كلمة الرئيس الروسي في العملية العسكرية أو تهدئة وعودة إلى طاولة المحادثات مع الجانب الأوكراني. محمد، من موسكو مراسلة الحدث كاتيا طامي، شكرا لك. وشكرا لمراسل الحدث من كييف حذيفة عادل. من دونيتسك مراسل حدث رائد الأخبار، أيضا نعرف الاستعدادات هناك وكيفية تفاعل الناس، وبنفس الوقت القصف الذي قيل بأنه روسي ضد حافلة أو يعني مجموعة من أو قافلة سيارات مدنية. محمد، بالفعل اليوم هناك يعني حراك في الشارع هنا في مقاطعة دونيتسك، حيث أنهم ينتظرون الاحتفال بهذه المناسبة، رغم أن السلطات هنا أعلنت أنه لن تكون أي مظاهر للاحتفال، ذلك بسبب عدم تعريض الناس للمخاطر إثر القصف المستمر الذي لا يتوقف ليلا ونهارا. طبعا بالفعل هناك اتهام متبادل في مقاطعة زاباروجيا عن قصف قافلة من يعني الحافلات، يعني وصلت أعداد القتلى إلى 24 قتيلا حتى الآن، إضافة إلى المصابين منهم في حالات حرجة منهم أطفال. الجانبين يتبادلان الاتهام، الجانب الانفصالي والجانب الأوكراني. هناك أيضا بالأمس كانت حادثة مشابهة، أيضا استهداف قافلة لمواطنين، يعني حوالي 40 أكثر من 40 شخصا كانوا يخرجون من مقاطعة خاركيف. أيضا هناك تبادل بالاتهامات، يعني خلفت أكثر من 30 قتيل هذه الحادثة من المواطنين المدنيين، بينهم أطفال وأيضا مصابين في حالات حرجة. الوضع ما زال مستنفرا هنا في هذه المقاطعات. القصف بالفعل محمد لا يتوقف، لكن اليوم لابد أن الناس يريدون الاحتفال بغض النظر عن
ما تتعرض له المدن من قصف مستمر. هذا من جانب. الجانب الآخر، كيف يرى الناس الاعتراف الروسي أو ضم المقاطعات إلى روسيا الاتحادية؟ دائما ما نسمع عن تحرير المناطق في مقاطعة دونيتسك، حيث يعني كيف تعلن السلطات هنا أو تعلن موسكو أنهم يحررون ذلك، ما أعلن عنه أيضا اليوم بيسكوف الناطق باسم الكرملين. العملية العسكرية الروسية انطلقت لحماية المواطنين حسب وجهة نظر موسكو من التنكيل ومن الاضطهاد من قبل النازيين الجدد حسب ما ترى موسكو، وإنهم يريدون ضم الأراضي التي يعتبرونها موسكو اليوم تعتبر هذه الأراضي محتلة من قبل أوكرانيا وتريد تحرير الأراضي، حيث أن دونيتسك يعني الانفصاليين يسيطرون على نسبة 52% من الأراضي، في زاباروجي 70% تحت سيطرة الجانب الروسي، في لوغانسك 98% أو 100%، أيضا هناك نسبة 90% تقريبا في خرسون. هناك أراضي الأوكرانيون يعتبرون أن روسيا احتلت هذه المناطق بعد ضم هذه المقاطعات. روسيا تعتبر أن أوكرانيا محتلة لما تبقى من جغرافيا هذه ومساحة هذه المقاطعات. هذا المشهد الذي سيتغير، ما زالت المعارك محتدمة وضارية في جميع هذه المقاطعات الأربعة. وهناك محمد بالفعل قتلى وجرحى عند الجانبين. من دونيتسك مراسل الحدث رائد الأخبار، شكرا لك. إذن ما الذي سيتغير جغرافيا وسياسيا وربما عسكريا أمنيا في حال فعلا بدأ هذا الضم، وهو إعلان سيكون رسمي هذا اليوم؟ ضم روسيا لأجزاء واسعة من أوكرانيا إجراء لا يتعلق فقط بحسابات المكسب والخسارة العسكرية، بل له أبعاد تاريخية جغرافية واستراتيجية واسعة. فالمناطق الأربع التي شهدت استفتاءات لضمها لروسيا هي صمام أمان للحدود الغربية لأوكرانيا، ومع ضمان أن تكون هذه المناطق ضمن الحدود الروسية تحصل موسكو على حزام جغرافي واسع النطاق يعزز مجالها الأمني، حتى لو نجح الغرب في الوجود عسكريا على الضفة الغربية لنهر دنيبر. بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية، فإن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 70% من ثروات أوكرانيا تتركز في هذا الجزء من البلاد. تضم دونيتسك لوغانسك على نحو خاص أكبر مناجم الفحم الحجري والحديد والصلب في أوكرانيا. أما مدينة ماريوبول الاستراتيجية فهي من بين أهم موانئ التصدير في البلاد وتقع ضمن الحدود الإدارية لدونيتسك. تمثل هذه المنطقة أيضا نقطة محورية لشبكة المواصلات البرية والبحرية التي تعدها صادرات البلاد باتجاه البحر الأسود. تاريخيا فإن ضم الأجزاء الشرقية والجنوبية من أوكرانيا يمثل بالنسبة إلى الكرملين استعادة مرحلة مهمة من تاريخ روسيا خلال عهد القياصرة والإمبراطورية الروسية. لكن بعيدا عن نتائج الاستفتاء، فإن الواقع الميداني يشير إلى حسابات أخرى. فعلى سبيل المثال في منطقة دونيتسك يسيطر الانفصاليون على مساحة لا تزيد أو على مساحة لا تزيد عن نصف مساحة الإقليم، وحتى إذا ما ضمت لروسيا فإن نصف أراضيها سيصنف كأراضي محتلة من جانب أوكرانيا.
من موسكو رائد جبر مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في موسكو. أهلا بك. نبدأ من حيث التصنيف، إنه النية لضم أراضي وإعلان منطقتين أخريين يعني جمهوريتين مستقلتين، هل ممكن أن نفهم يعني الاستراتيجية الروسية في هذا الاتجاه؟ تحية طيبة بداية. يعني واضح أن موسكو تتجه نحو رسم خطوطها الحمراء، نحو تحديد يعني أهدافها الرئيسية، وأنه لا تنازل عن هذه الخطوط في وقت لاحق. إذن هذه المناطق الأربع سيتم ضمها بشكل واضح. في أوقات سابقة كان هناك حديث خلال الأيام الماضية، كان هناك تكهنات كثيرة حول هذا الموضوع الذي طرحته، أنه من ناحية القانونية التشريعية الروسية داخلياً يمكن بسهولة ضم دونيتسك ولوغانسك باعتبار أنه كان هناك اعتراف باستقلال هذين الإقليمين في وقت سابق، إنما الوضع مختلف بالنسبة إلى خيرسون وزابروجيا. لذلك مساء أمس قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوقيع مرسومين بالاعتراف بهذين الكيانين. إذا نحن أمام مشهد تحضيري متكامل لعملية ضم يعني متزامنة مشتركة، لن يكون هناك تفضيلات ولن يكون هناك إطلاق لمسار طويل الأمد، بمعنى أنه القرارات التي ستتخذ اليوم سوف يصار إلى تنفيذها بشكل سريع عبر إقرارها في مجلس الدوما ثم في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس عليها. ما سنشهد اليوم هو توقيع معاهدات بين روسيا وأربع كيانات مستقلة وفقا للاعتراف الروسي، ترغب هذه الكيانات بعد الاستفتاءات بالانضمام إلى روسيا. هذه الوثائق، هذه المعاهدات التي ستوقع ستنقل إلى مجلس الدوما النواب ومجلس الشيوخ من أجل إقرارها على شكل عملية ضم نهائية. طيب الإعلان الروسي كان واضح بأنه بعد هذا الضم وهذا الإعلان أنه أي اعتداء على هذه الأراضي اعتداء على روسيا، هل يمكن القول هنا إذن أن روسيا تستعد لتعزيز عسكري أقوى مما شهدناه على مدى الأشهر التي خلت، باعتبار أنه ستستعد لهجوم على أراضيها في هذه الحالة؟ صحيح، يعني طبعا هذه خطوة منعطف خطير يفتح على كل الاحتمالات. بالفعل التقييم الذي ذكرتموه قبل قليل حول أن جزء كبير من هذه الأراضي لا يخضع للسيطرة الروسية، هذا الأمر خلافا للوضع مثلا مع شبه جزيرة القرم عندما ضمتها موسكو في عام 2014. الآن هناك معضلة تواجه موسكو، أنه لابد أن تستمر العملية العسكرية حتى تحرير بين قوسين كل الأراضي التابعة لدونيتسك وللمناطق الأخرى في دونباس. إذن نحن أمام مشهد يوحي بكثير من المخاطر والتهديدات. النقطة الثانية هنا أنه هل ستستمر أوكرانيا في استخدام الأسلحة الغربية في مهاجمة هذه المناطق؟ هذا أمر سوف يتم التعامل معه في روسيا على أنه انخراط مباشر للناتو في هذه المعارك. يعني دعنا نتذكر أنه في وقت سابق كانت موسكو أعلنت أنه أي أسلحة غربية يتم استخدامها لضرب منشآت داخل الأراضي الروسية سوف يتم التعامل معها بأنه الناتو يشن عدوان على روسيا. الآن هذه المناطق بعد الاعتراف بها كجزء من الكيان الروسي سيكون هذا الوضع يعني ينسحب عليها. لذلك نحن أمام مشهد يعني يتفاعل بسرعة، أمام خطوة لها مخاطر كبيرة، لكن أعتقد أنه الكرملين سيكون على الأقل خلال الفترة الأولى حذرا. يعني بمعنى أنه عندما تحدث الناطق باسم الكرملين قبل يومين عن مسار العملية العسكرية قال أنه ستستكمل عملية يعني تحرير دونيتسك على الأقل، ولم يشر إلى بقية الأراضي. إذن ربما هناك هدف واضح معلن لدى بوتين، يعني بأنه يجب استكمال العملية العسكرية في حدود مناطق دونباس، وهو دعنا نتذكر هنا أنه هذا هو العنوان الرئيسي أصلاً للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حماية مناطق دونباس. بعد ذلك ربما يكون الكرملين جاهزة للجلوس إلى طاولة مفاوضات بعد أن يكون يعني أن تم تكريس أمر واقع جديد على الأرض بالفعل. طب لو عدنا إلى يعني التاريخ قليلاً، هل روسيا فعلاً يعني بوتين يستند إلى التاريخ في هذه الحالة، إنه هذه أراضي ما قبل أن تتغير خارطة العالم وحدود الأقاليم آنذاك اللي ضربت كل العالم يعني في خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، يستند إلى تاريخية هذه الأراضي الروسية؟ طبعا هذا الخطاب الروسي يعني خلال السنوات الأخيرة تم تفعيله بشكل قوي، وبوتين نفسه في كل خطاباته يركز
على البعد التاريخي لتحركاته، وأكثر من ذلك هو يستعير يعني عبارات وجمل قالها بطرس الأكبر الإمبراطور الباني للقيصرية الروسية الإمبراطورية الروسية ويعني قياصرة آخرين. دعنا نتذكر أنه عندما تم ضم القرم في 2014 يعني تم إجراء مقاربات تاريخية هنا في روسيا بين بوتين، إنجازات بوتين وإنجازات يكاترينا الثانية القيصرة التي هزمت الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت وضمت شبه جزيرة القرم إلى روسيا في لأول مرة. النقطة الثانية هي أنه الجزء الأكبر من المعارك الجارية حاليا يعني مناطق زبروجة مثلا ومناطق عديدة أخرى كانت جرت فيها حروب الشمال، حروب الشمال المعروفة بين الإمبراطورية الروسية والسويد وبعض الحلفاء الغربيين الآخرين في ذلك الوقت. إذن نحن أمام مشهد استعادة التاريخ، لا يخفى بطبيعة الحال أن بوتين عزز هذا التوجه يعني استعارته دائما لخطابات بطرس الأكبر والتذكير به والتذكير بأنه بطرس الأكبر أعاد بناء الدولة الروسية ونحن نقوم الآن بتحرير أراضينا وإعادة بناء الدولة الروسية. هذه المقاربة كانت دائما حاضرة في خطابات الرئيس الروسي. شكرا لك من موسكو رائد جابر مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن اتصالات بلاده مع النظام السوري تقتصر حاليا على جهاز المخابرات، وأنه بناء على نتائج هذه الاتصالات ستحدد تركيا خارطة الطريق بشأن علاقاتها بدمشق. في الوقت ذاته لوح أردوغان بعملية عسكرية في شمال سوريا مطالبا روسيا والولايات المتحدة بتنفيذ التفاهمات الموقعة مع بلاده عام 2019 بشأن إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية مسافة 30 كيلومترا عن الحدود التركية مع سوريا. إنه أحد لا يقل أهمية على المعركة العسكرية لاستقرار البلد مثل الحرب مثل الأمن الغذائي مثل كثير من العوامل. دولمايي سردوريجيز. مع مؤسسات الدولة. gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. ولو انه احد لا يقل اهمية على المعركة العسكرية لاستقرار البلد مثل من اسطنبول معي الدكتور بكير أتجان مدير معهد اسطنبول للفكر. قال أردوغان بأن العلاقات او الاتصالات بعبارة ادق مع دمشق تقتصر على المخابرات حتى اللحظة. ما الذي يعني يتصل بشأنه أو يتواصل بشأنه استخباريا حتى هذه اللحظة، وبناء عليه ستقرر تركيا مدى العلاقة وكيفية العلاقة مع دمشق؟ تحياتي لكم جميعا. أولا لابد الإشارة إلى أن تصريحات أردوغان جاءت على سؤال هل هناك عملية عسكرية أو حول إلى أين وصلت العلاقات الاستخباراتية، لأن في العالم كله معروف بعد اللقاءات الاستخباراتية تكون إلى يعني تتحول إلى علاقات دبلوماسية تدريجيا، ولكن إلى الآن لن تتحول بعد إلى علاقات دبلوماسية. لذلك هل هناك يعني انقطاع في الاتصالات؟ نعم. لماذا؟ لأن إذا أخذنا بين الاعتبار أردوغان يقول لابد على الطرف الآخر أيضا أن تلبي بعض الطلبات التي نطلبها، يعني الطلب السوري واضح، طلبات كثيرة، نقاط كثيرة، وأيضا هناك نقاط تطلبها الدولة التركية بالمقابل. لذلك هنا لابد الإشارة بأن إلى الآن هناك الاتصالات مستمرة وسوف تستمر، ولكن لا توجد توافق وهناك فجوة كبيرة بين الدولتين في تطبيع علاقاتهما كما كانت أو إلى نحو الأفضل. في نفس الوقت لابد الإشارة إلى بأن التصريح لها متممات، عندما قال بأن هذه العلاقات لن يعني تجدي نفعا إلى الآن، ولكن لابد أيضا على الولايات المتحدة وعلى روسيا أيضا أن تكون إلى جانب تركيا في محاربتها للإرهاب، وهنا المقصود داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية
ولماذا قال هذه؟ لازم إيضاح هذه النقطة الهامة، لأن في 1 أغسطس كان هناك المسؤول الأمريكي مع قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية عبدي مظلوم عبدي، ولكن في 11 أغسطس جاءت ضربات إلى داخل الأراضي التركية من طرف هذه الفصائل الإرهابية المدعومة أمريكيا. وفي 29 أغسطس وضح مسؤول الأمم المتحدة السيد بيدرسون بتقرير إلى الأمم المتحدة بأن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية تضرب داخل تركيا بالأسلحة والعتاد، وهذه الأسلحة كلها أمريكية الصنع. ولكن للأسف مباشرة يعني بعد هذه التصريحات وهذه الرسالة التي أعطيت من طرف بيدرسون للأمين العام للأمم المتحدة، جاءت هناك في 1 أيلول مباشرة تطبيقات عسكرية بين حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات. طب بقى معي دقيقة ونصف بكير، إنه هل ستخدم تركيا على هذه العملية؟ لأنه معي دقيقة ونصف. نعم لا بد منها، لأن الولايات المتحدة تصر على تركيا أن تقوم بعملية عسكرية في داخل الأراضي السورية. ولماذا؟ لأنها تدعم اليونان إن كانت في داخل الجزر، وخاصة في الفترة الأخيرة في قبرص. وهذا يعني لابد أن تكون هناك عملية عسكرية في شمال سوريا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، والمقصود هنا ليست اليونان ولا قبرص، وإنما الهدف الرئيسي الولايات المتحدة وفرنسا بالدرجة الأولى خلال الأشهر القادمة لابد منها. شكرا. لأن هذه التحريض التي تأتي من طرف الولايات المتحدة وفرنسا إلى اليونان الساعة. وإلى بكير. الاتحاد الديمقراطي. شكرا لك من إسطنبول بكير أتجان مدير معهد لإسطنبول للفكر. انتهت الساعة، لأنه إحنا عنا يعني الوقت على الثانية. شكرا لك. انتهت ساعتها استوديو الحدث لهذا اليوم، غدا ساعتان أخريان متجددتان وللحدث بقية.